بعد كده وهو ظهور خاص للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة تانية مع مصممة الأزياء زينة زكي علشان تطمن جمهورها عليها، خاصة طبعا بعد طلاقها وبعد الظروف اللي مرت بيها، واللي حاليا كمان بتستعد لألبوم جديد، وقالت أنا داخلة على شغل وعلى ألبوم وعلى أغاني وعلى حفلات كتيرة الفترة اللي جاية، وهتشتغل وتبقى قريبة أكتر من جمهورها. تعالوا نشوف عملت إيه.